ماشي يا دكتور. طب دلوقتي البيم كام بدأ الناس تهتم بالبيم، ودلوقتي وصل لحد فين؟ هل هو فعلا انتشر في كل البلاد ولا لسه قدامه كتير على ما يبقى يدرس في الجامعات؟ نعم، هلا الجواب يختلف حسب اي بلد. يعني اللي حطك عن مثلا انا باستراليا بيختلف عن UK، بيختلف عن يو اس، بيختلف عن كذا بلد. ولكن خلينا نبلش انه البيم هو تيرم popularized، يعني صار مشهور باول الالفيه الثالثين، يعني بهذا القرن. ولكن التقنيه والاسلوب كان معروف من اخر الستينات، ولكن ما كان يطلق عليه اسم بيم، وما نجح لانه كان البيرسونال كمبيوترز كانوا بعضهم ضعاف، وكان تكلفه الكمبيوتنج يونت غالي، يعني ما كان ممكن تستفيد من هالتقنيه. ولكن الكترم اللي بنعرفه هلا مثل ما هلا المتعارف عليه بلش يشتهر باخر التسعينات اول 2000، وشهر بشكل كبير وقتها اوتوديسك اشترت رافت وصدمتها ضمن البرودكتس تبعولها، ومن وقتها وعيوا الناس لموضوع البيم. ولكن طبعا البيم بيسبق رافت وبيسبق اركيكاد وبقية التولز.